وتعقيبا على استعدادات اعلان البنك المركزي المصري باطلاق مؤشر الجنيه عوده مره اخرى للمكالمه الهاتفيه مع الدكتور حسام الغايش خبير اسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصاديه. دكتور حسام اهلا بحضرتك معنا. اهلا بك يا اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور في البدايه تعقيب حضرتك على استعدادات البنك المركزي لاطلاق مؤشر الجنيه الى اي مدى يسهم في مساعده متخذي القرار في البيئة الاستثمارية، وبأي قطاعات يأتي التأثر؟ بالتأكيد طبعا هذا القرار يمكن تأخر كثيرا، لأن ربط الجنيه المصري بالدولار تحديدا أو العملة الدولارية تحديدا تسبب في بعض التغيرات الهيكلية في موقف الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى، ويمكن ده ظهر خلال الأشهر القليلة الماضية لما ارتفع الدولار عالميا، أثر بالتبعية على الجنيه المصري، وبالتالي انخفض سعر الجنيه المصري أمام الدولار وأمام أيضا بعض العملات الأخرى، لكن كان أمام الدولار الانخفاض كان كبير للغاية أو كان بشكل أكبر. على العكس الجنيه المصري يمكن ارتفع الفترة ديت أمام بعض العملات الأخرى زي الجنيه الاسترليني والليرة التركية. مصر بالأساس هي دولة ليست مصدرة، وبالتالي فكرة ان انا اربط الجنيه المصري بعملة واحدة ده اعتقد ان هو كان خطأ في كلاسيكيات السياسة النقدية المصرية لعدة سنوات. كان بالاساس المفروض ان احنا نربط الجنيه المصري بسلة من العملات عشان نقدر نعمل عملية تحوط في حالة انخفاض او ارتفاع بعض العملات الاجنبية امام الجنيه المصري، بحيث ان التأثير يكون اقل ما يمكن. وخاصة دكتور حسام بان امريكا ليست الشريك التجاري الاول لمصر. ده بالتأكيد، عشان كده بقول لحضرتك ان احنا فكرة ان احنا ليس دولة مصدرة بالاساس، يمكن بعض الدول المصدرة زي دول الخليج علشان عندها سلعة اساسية بيتم تصديرها وبيعتمد الاقتصاد عليها بصورة كبيرة، فبتضطر ان هي تربط العملة بتاعتها باحدى العملات القوية، وفي الغالب بيكون الدولار لان سعر البترول بيسعر دائما عندهم بالدولار، فده من الافضل ليها انها تربط سعر عملتها بالدولار. لكن مصر علشان هي اكتر غير مصدرة بالاساس، وبالتالي هي ما عندهاش ميزة تنافسية في التصدير، فبالتالي هنا المفروض ان العملة الوطنية يتم ربطها بسلة عملات، ده يكون افضل واكثر تحوطا في المستقبل. دكتور حسام كيف يرتبط المؤشر الجديد بالذهب؟ هو الذهب عادة لما بيحصل أزمات اقتصادية، عادة لما بنكون بنعمل سلة عملات بيفضل ان احنا نضيف فيها الذهب، خاصة في الآونة الأخيرة، لأن العالم تحديدا منذ أكثر من 6 سنوات تحديدا بدء الحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهناك عملية تذبذب كبيرة جدا في الأسواق العالمية وفي أسعار العملات، فبالتالي الذهب هنا بيعتبر ملاذ آمن، فإن احنا نضيفه هنا في سلة العملات الخاصة بالجنيه المصري أو في مؤشر الجنيه المصري أعتقد إن ده هيكون جيد جدا خلال فترة الأزمات وخلال فترة التذبذب في أسعار العديد من سيساعد ذلك دكتور حسام في استقرار سعر صرف العملة؟ نعم بيساعد طبعا بالتأكيد، لأن فكرة إن أنت تربطي العملة الوطنية بسلة عملات طبعا أكيد بيكون في ارتفاعات وانخفاضات، لكن هنا درجة التأثير بتكون أقل ما يمكن نتيجة أن بعض العملات بترتفع والبعض الآخر بينخفض، وأيضا مع سعر الذهب أعتقد أن ده بيساهم بشكل كبير جدا على استقرار سعر العملة الوطنية. دكتور حسام السؤال الأخير لحضرتك، هل اقتصر تأثير تلك الاستعدادات على السوق المحلية فقط أم باتت مؤثرة على الوضع العالمي أيضا؟ هو بالتأكيد طبعا بيساعد على الوضع العالمي، احنا العالم الآن بيشهد اضطراب كبير جدا في المؤشرات الاقتصادية وفي أسعار العملات تحديدا، أعتقد أن هو التأثير هيكون أيضا قوي جدا على مستوى العالم، لكن بإنشاء أو بتدشين هذا المؤشر أعتقد أن احنا نقدر نحتاط بصورة كبيرة جدا، خاصة أن البنك المركزي أيضا أعلن عن وجود أو إنشاء عقود مستقبلية وعقود تحوط، ودي أعتقد مهمة جدا لأنها هتكون جاذبة للاستثمار، الاستثمارات الأجنبية بتحب دايما أنها تستثمر في الدول اللي لديها عقود مستقبلية أو عقود تحوط، نتيجة أن هو بيجيب عملة أجنبية من الخارج وبيدخلها السوق المحلي، فبالتالي بيضطر أن هو يحول هذه العملات إلى العملة الوطنية، فوجود هذه العقود المستقبلية بالإضافة لعقود التحوط
هنا بتقلل من درجة الخسائر بتاعته لو حدث أي انهيارات في أسعار العملة الوطنية. تمام. نعم دكتور حسام الغيش كبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.